خويا تنداس اخويا فرعونا في راسنا وفرعونا في حياتنا وفي صحتنا اخويا تنعياو اخويا ما ندورو هنايا تنشوفو اخويا ريحة القوادس حنا تنسمو ريحة الشباكية من هنايا جاية في السونتر هنايا راك عارف اخويا هما الدراري كاملين هنا تيشكيوهاو كيف تتعرف اخويا والله دير الخير اخويا كيف تتعرف اخويا خويا الا كان فيه الجوع ما يبقاش فيه الجوع شي الا كان فيه الجوع وشمات الريحة بحال اللي بلا ما يصوم بحال اللي صافي جاي تكريفة فهمتيني كيف وتندلات الناس هذه الحومه يهضروا حتى هما شويه باش يعرفوا القضيه راه القادوس هذا راه ربي اللي عالم بينا حتى حنايا فهمتيني فهو يقول لكم كلمه خويا السيم قول لهم الكلمه ديالك اللي تيجي عندك الكلمه وتيفت عندك السلام عليكم وعليكم السلام خويا عواشر مباركه عواشر مبروكه عيدو مشي لك انت للبلاصه عيدو تعاودوا باش ما تمنيتو ومبروك العواشر عواشركم مباركه الدراري اخوتي اش غادي نقول لك هاد الناس اخويا راه عيقوا علينا بزاف اخويا راه عيقوا علينا بزاف تيديو الزطاطا تيديو الالف فرانك تيديو المية تيديو الف ريال الواحد في النهار وانت كتشوف اخويا القادوس هاد المسائل تنعيشو فيها بزاف طوبو كتاكلنا رزقنا كتدخل كتاكلنا لافوكا دايره الف ريال الكيلو 600 كتاكلنا لافوكا هاد الناس هادو ديال الماء والضو قال لك ما خلصتيش الماء والضو تمشي هاد الناس اللهم لا هذا منكر الشرفة اللهم لا هذا منكر الناس كاملين والدراري وراه واحد السيد راه هو راه لا اله الا محمد رسول الله وسمح لنا خويا نشرف وسط الخنزير والله ما يقدر يدوز الكليان من هنايا تيكون هذا فيه الجاتي تما بقاش فيه والله العظيم الى الناس اساسا نقول لك انت عاد راه لقيناه قبيله جبنا الكرارطة شطاطب ودفعناه جاو البارح وهما عاوتاني راه الغالب الله لا اله الا محمد رسول الله راه قتلونا هاد الناس هادو كنتمناو مشي لجنة تجي من الرباط تكلف بهاد المارشي ديال مرجان السكنة ديال مكناس هاد اللجنة اللي دابا حاليا راه ما لجنة ما تا حاجة الشربة اللي بغينا نقول لكم ان القويت هي كل ضعيف هادشي اللي كاين دابا حاليا في السويقة اللي صوتنا عليهم يخواو بينا كلاو اللي كلاو خواو بينا شي مشى لدارهم شي بنا شي كلا شي شرب وخواو بينا والناس اللي دخلوا دابا حاليا القويت هي كل ضعيف عندك راك كاين ما عندكش غياكلوك راه الناس دراوش راه ما عندهمش القضيه شويه مقصحه راه الله يحسن العوال الناس راه غير كتشوف بعينيها ما قاد لا تشريزه شي حاجه والله يكون في العوال للجميع وكنتمناو من جلاله الملك يهضر مع الناس اللي قابطين السوق يرخفوا شي شويه الحبل على الناس الله يرحم الوالدين راه بزاف وراه عيب وعار وشكرا وكنتمنى من الاذاعه ديالكم تزيد شويه لقدام ومسيره ما يكون غير الخير ان شاء الله وسمحوا لنا وعواشر مباركه والله شكرا بزاف الله يرحم الوالدين عاش الملك وعاش الملك وعاش الملك وكنا كاينين باش الناس ما لقاوش دول اخرين يشربوه وحنا هنايا هو تنباح اللهم هذا منكر وفيكم المسؤولين اجيو تروحوا الماء الشرب هو تيضيع راه في دول اخرين ما لقاوش راه ما يصير تيبكيو على الماء وحنا نحمد الله ونشكروا على الماء في المغرب ماشي ديال الواد الحار هذا الواد الحلو فهمتي الماء حلو هذا ماشي الحار وكيف كما بغى يكون يجي يحيدوا الماء حلو ولا حار ها هذا ما غيوليش يولي نشربوه راه تيولي هذا تنشربوه ما تيتصفاش يولي ها ما تنوليش نشربوا هذا والسيمانه صاحبي فينا هما المسؤولين فينا هما البلديه فينا تيعجبونا في الانتخاب هاو 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 صوت الناس المحتاجه اللي تيبقاو تيستغلوا ضعف العقول الانسان اللي مقاوم ب 100 درهم ب 4000 الواحد ضعفاء فقراء انا بكرامتي بشرف انا الفقر والشجاعه فهمتي ذاك النوع اللي ما عمرنا صوتنا في حياتنا عارفين من ولاد الحرام عارفينهم شفارة ولكن حنا كنشوفوهم كيعطيو للناس 4000 و200 درهم و100 درهم باش يصوتوا من صغرنا اخويا من صغرنا وحنا تنشوفوا الحفير تيحفروا وهادي ما داروا حتى العمل يومين اللي بغيت نوجه للمجلس البلدي الله يرحم الوالدين الله يسهل عليكم اديوها في الاحياء انا خالي عبد الله محمود يجيو يشوفوا هادشي هذا راه حشومه الناس حتى رزقها مضيعين الاموال في المشاريع السيد الشباكيه هاد السيد راه داير ماكله نقيه داكشي ديال سميتي اه دور تشوف راهو وحشومه تسلق عليه المخانز هنا الناس سير بحالك خلينا نضرب الناس دير الورقه اللي هي ديال الناس البسطيله تلقين عليهم المخانز فين هما هاد المسؤولين راه اللهم هذا منكر هذا هو الشهر العظيم عند الله يجيو ينقيو الحومه الله يرحم الوالدين وشكرا السلام عليكم حنا من الساكنه ديال مرجان السكنه واحد المشكل عندنا اخويا دابا راه منين دخل شهر رمضان المعظم وهذا المشكل دابا طايحين فيه هذا راه واد الحاره هذا الساكنه متصدره
البائع المتجول هنا متضرر، هاد الناس اللي كترزق الله تاهما متضررين. هاد المرا ماشي دابا ما عادي، ريحه كريهه فيه، ريحه خايبه والناس صايمه. رحنا اتصلنا بالسيد طاهر المقدم ديالنا، السيد طاهر هذا المجهود ديالو، صيفطنا الناس اللي كتسرح هاد المسائل هادي، ولكن داكشي ما كافيش. هما عطيني داكشي ولا هو عباد الله تيدوز في هاد الوسخ هذا. انت كتشوف الواد الحرق هذا هو المشكل ديالو، الشر رمضان عباد الله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حنا راه خدامين فيه، الا ما خدمتش هكا بالصنداله ديالنا راه ما نعرفش نخدمو هكا فيه. خدم السبرديله ولا الصباط راه ما كانش تخدم. انا كنطلبو من المسؤولين، المهم كيما كان شي مسؤول عنده تدخل في هذه المسائل هذه، يشوف الناس وراه عنده الاجر في هذه المسائل هذه. تنبيعو ماكولات اصاحبي، مواد غذائيه راه الله يدير الخير وصار. تنبيعو الماكله، ماشي تنبيعو دابا شي حاجه ديال اللبس ولا شي حاجه ديال الميكا ولا الجوطه باللبس واللوح. راه تنبيعو الماكله، حرشه، ملويل، حلويات. كاين واحد مول المعقوده، لا مول الماكله، مول العصائر. هذاك الشيء راه كله عنده السلامة. المواطن راه هي هذه، تهضروا على السلامة وكتهضروا على الصحة وكتهضروا على المسائل بدا الواقع، والصراحة راه هي هذه الواقع. الواقع بان ما كاينش اللي غيتكلم. تنهضروا مع المسؤولين بصراحة، تيقولكم مرحبا سيدي، مرحبا سي شري، مرحبا لالا، مرحبا سي، ولكن ذاك مرحبا ما كافياش، خصنا تيكون حل ديالو. دابا الكليان اقسم بالله تيهربوا منا، تيقولوا انتم خدامين في هذا الخنزير تنشريو منكم اصاحبي. نضرب بصراحة، واش مثلا تنبيع الماكله الناس كلها يبغي ياكل عندي في هذه الريحه هذه، وانا خدام وما عاجبنيش الحال كاع. انا رزقي تنصور 1000 ريال تنسلت في حالاتي، ما عندي ما ندير انا بهذه الخدمه كاع. تا هما الناس دابا واحدين، اقسم بالله المراه دابا وليداتها هي باغا تقطع، بحال غتقطع شي جزيره اخرى. هذا خاطر بنت الحومه تقطع واحد 5 متر خاصها تنقز. هامو الطوموبيلات السياره دابا كبيره هي تتعرقل. هاي شوف باش يدوز بنادم بزاف اصاحبي. ورحنا هضرنا معاهم، هضرنا باش نديروا الفضوح. حنا راه مواطنين صالحين، تنبغيو الخير لهاد البلاد هادي. باش غنجيو نقطعوا الطريق ولا كذا، باش نقطعوا الطريق راه ما نديروهاش. غنبقاو معاهم هكا تناضلوا، تنطالبوا هاد الناس بكل حريه، وبلاد ديالنا خصنا نغيروا عليها وخصها شي يدير له حل ولا يعطيونا الوقائع. عندنا الناس هنا، عندنا الناس اللي يديروا هادشي في سبيل الله. عطيونا خو البط، عطيونا جبنا المسؤول، حنا ندخلوا في هاد الخنزير نسرحوا. ما تنفهموش في هذا العالم. الناس اللي صوتي عليهم اخواتي تدوز من هنا تيقول لك صافي كون هان، انا نتصلك بواحد المسؤول كذا صديق ديالي تيدير طق طق تيزيد في حالك. شنو جاوب البارح وداروا هذيك؟ جا البارح واحد ما بالو ما يبدا في هذا الشيء. هذا راه موقع دابا استراتيجي بالنسبه للمكناسه صاحبي. راه قلب المكناسه هذا ما بقاش الوامجي، راه ولا مرجان دابا. الوامجين سالات دابا ديال المدينه الجديده المكناس هي مرجان اللي غيخدم فيها. كاين الرجال الصراحه الله فيها الناس، فيها ولاد الحومه، فيها الناس اللي تيغيروا على البلاد هذه. مكان صح حقا فري ولاد فخارين، وصولوا على فخير شكون هما؟ راه ولاد البلاد الشريف، 70 سنة غير في المدن الصافي. الرسالة شوفنا غير الحل ديال الماء، ما بغينا والو حنايا. هاد الماء دابا دخل رمضان. السيد دابا خرج من الحمام، ها هو دابا، ها هو رجلو خنزات كدا، سير عاوتاني عاود دوش. الدريري مسكنا هو جاي يدور رجلي مريضين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد. وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.